بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة. أكثر من أسبوع مضت على المفاوضات الكردية التي جمعت الحزبين الكبيرين الديمقراطي والوطني، وإمكانية حل الخلافات بينهما عدتها أطراف أخرى بأنها المفتاح لحل الانسداد المستمر، إلا أن بوادر الحل لا زالت غائبة ولم تسجل أي حضور لتحريك المياه الراكدة لدى كل طرف منضو في العملية السياسية، خصوصا الأطراف الرئيسة التي تشكل الانطلاقة الرئيسية للموقف النهائي لملف تشكيل الحكومة. من الجانب الآخر، فأن المبادرة المرتقبة للإطار الشيعي تؤكد المصادر بأنها ستكون قادرة على قلب الموازين بعد أن باتت العملية تشهد خلافا حادا بين أهم الأقطاب السياسية. فمجريات الساحة السياسية قد لا يمكن مغادرة خلافاتها ومواقفها المتضادة إلا من خلال تقديم الأطراف السياسية لبعض التنازلات التي من شأنها التقليل من حدة الصراعات والذهاب إلى طاولة الحوار. إذن مشاهدينا، في تغطيتنا لهذه الساعة سنناقش كل هذه التداعيات مع ضيوفنا بعد متابعة هذا التقرير، تفضلوا بالبقاء معنا. يهب نسيم التقارب الكردي على الأحزاب الكردستانية بعد زيارة نجرفان برزاني إلى الاتحاد الوطني لفتح الملفات المغلقة بين الحزبين وزحزحة المصدات بينهما. وفي الوقت ذاته ما تزال دعوات التلاقي عند النقاط المشتركة التي وجهتها قوى الإطار تنتظر استجابة من باقي الأطراف السياسية، فهي لم تلاقي أي رد لغاية الآن، ما جعل العملية السياسية تعيش حالة الانتصاف بعد الأيام الثقيلة التي ركدت فيها الحوارات. فالتآلف الواضح اليوم بين الإطار الشيعي والاتحاد الوطني هو تقارب الرؤى السياسية بين الطرفين رعاية لمصالح البلد بعيدا عن التحيزات الشخصية، بالوقت الذي يتحدث البعض عن وجود تحالف مصيري في الأيام المقبلة بين الإطار الشيعي والاتحاد الكردستاني تتضمن أهدافه رسم خارطة طريق المرحلة المقبلة من تشكيل حكومة واستقرار سياسي يشمل كافة الأطراف المشاركة ويقف قبالة التعنت الحاصل من قبل التحالف الثلاثي وإصراره السياسي على اتباع نهج الإقصاء والتفرد بالسلطة. وأمام التفاهمات الكردية والتحركات الإطارية يترقب الشارع منعطفا جديدا من فصول الحوار بعد قطيعة سياسية علها تنعكس على باقي الشركاء السياسيين، لكن يصعب التكهن بموقف الأحداث ومديات استجابة القوى لدعوات مغادرة الانغلاق بعد أشهر من السكون السياسي الذي أوقف مراحل استكمال الاستحقاقات الدستورية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الساعة، ورحب بضيوفي فيها الدكتور عباس الجبوري رئيس مركز الرفد للإعلام والدراسات. أهلا بك دكتور عباس. أيضا معنا أستاذ هادي جلو مرعي رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية. أهلا أستاذ زينب، مرحبا بك أستاذ هادي. أهلا وسهلا. دعني أبدأ مع أستاذ عباس. أستاذ عباس، التفاؤل بحل الأزمة دائما يعني فقط يطرح بالإعلام وحضراتكم كمتابعين، لكن على أرض الواقع لا يوجد أي بصيص أمل لحل الأزمة السياسية. هكذا نلاحظه من انعدام أو الفتور الحوارات السياسية لتشكيل الحكومة. ماذا عن المفاوضات الكردية؟ هل تقدمت شوط؟ هل ممكن أن تعالج مشكلة هذا الانسداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك وتحية لزميلي وأخي العزيز الأستاذ. الله يحفظك دكتور، سلمك. طبعا هو البعض يقول عنه انسداد، أنا أقول توقف. اليوم كل الأطراف نعم تتحاور، تجلس في غرف، تعطي مبادرات، ولكن أي منجز على الأرض لا يوجد. لذلك أنا أعتقد اليوم نقطة رئيسية جدا، كل الكتل السياسية والتي تتصدى للمشهد السياسي إن لم تعطي تنازلات وتبقى بهذا التعنت، العراق ذاهب إلى الجحيم بصراحة. نحن اليوم لدينا سلسلة من الأزمات، أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، أزمة مياه، أزمة أمنية، أزمة خدمات. من يستطيع حل هذه العقد طالما أن هناك حكومة غير قادرة على العمل باعتبارها حكومة تصريف أعمال؟ فالفرقاء السياسيين حتى وان جلسوا واتفقوا هم يخرجون إلى الإعلام، والحديث اليوم هناك اجتماع للإطار التنسيقي في بيت السيد المالكي، لحد الآن لا نعرف مخرجات هذا الاجتماع، لكن نحن نحتاج نتائج.
حتى نحن في الإعلام أحيانا تغيب عنا المعلومة، لم يصدقون القول حتى الاتفاقات التي تحصل فيما بينهم. حقيقة دائما تكون بعيدة عن الإعلام، بعيدة عن المشهد الإعلامي الحقيقي. لذلك اليوم البلد يحتاج إلى رؤية، هذا الرؤية يضحى من يضحى؟ يضحى العقلاء والحكماء الذين يتواجدون في الساحة السياسية. إذا بقى كل واحد مصر على رأيه، كل واحد يريد مصالح الضيقة، مصالح حزبه، مصالح فئته، مصالح كتلته، من للعراق؟ اليوم هناك أزمة حقيقية، البلد يعيش اليوم أزمة، العراق جزء من دول إقليمية، العالم اليوم يمر به أزمة. أنا أضرب لك مثل بسيط، نحن نحتاج إلى 6 ملايين طن من الحنطة لغرض توفير الطحين، نحن الآن لا نمتلك إلا 2 مليون. ملفات كثيرة يعني. معظم الدول اللي تتعامل ويانا اقتصاديا غلقت البيع. لكن دولارات حكومة منه يروح على يتعامل بهذا الشيء. تحديدا فيما يخص التقارب الكردي. التقارب الكردي. يعني شو تقول لك؟ الأكراد دائما ما يأتون إلى بغداد متفقين، إلا في هذه المرة. وحتى عندما ذهب سيدنا جرفان برزاني إلى سليمانية كان هناك حديث وكان هناك حوار لم ينتج عن شيء. وأنا يوم أمس كنت أستمع على سيد بابان وهو يلتقي بكل الكوادر الحزبية الموجودة في السليمانية ويتحدث عن حديث طويل أخذ بحدود يعني حتى كان نقل مباشر. لم يصلوا إلى نتيجة، لم يصلوا إلى نتيجة في اختيار رئيس جمهورية غير جدلي الكل يتفق عليه، ستبقى العقدة قائمة. لذلك أنا أعتقد اليوم جزء من حل المشكلة هو التوافق الكردي. نحن لا ننقل لهم فقط على الجانب الشيعي، وإنما أيضا هناك خلافات واقعية. يعني لو تم الاتفاق على اختيار رئيس غير جدلي مقبول لدى الجميع لمضت السفينة. لكن الكرد لا يرون هذا، بالعكس الكرد يرون بأن الانسداد الحاصل بسبب الخلاف الشيعي الشيعي. نعم أكو خلاف، هم ما يعتبرون خلافهم مشكلة في مسألة تشكيل الحكومة أو الاتفاق السياسي. لا مشكلة عندهم جزء من لم يحضر جلسات البرلمان، شلون مو مشكلة؟ هم هكذا يتحدثون، عندهم مجموعة من النواب النواب السليماني لم يحضر الجلسات. يقول لك هو خلي توافق شيء شيء أنا تلقائيا أردي أكون موافق. أنا أقول لك في حزب الحاكمين وبالذهاب إلى المركز. الخلاف الشيعي الشيعي جذوره يعني للأسف الشديد ترى حتى حرب البسوس تنتهي، لا بد لهذا الجدال أن ينتهي. معلوم. طيب أستاذ هادي أرحب بك من جديد، وردتك تعلق لي على مسألة اتفاق الكرد الكردي وين وصلت المفاوضات بها إلى هذه اللحظة. الكرد جزء من المشكلة أم هم المشكلة كلها؟ لا الكرد جزء من المشكلة ليس أكثر، والسنة جزء من المشكلة، والشيعة جزء من المشكلة، لأنه العراق هو المشكلة بتكوين هذا البلد عبر التاريخ. هو مشكلة يعني مشكلة بالنسبة للكرة الأرضية. دائما نقول يجي الواحد يقول لك العراق قلب العالم، هاي الكذوبة. ويجيك واحد يقول لك العراق رمح الإسلام وسيف العرب وما أعرف شنو، فهو إذن مشكلة تاريخية، التكوين هو مشكلة، طبيعة التكوين البشري بي أيضا مشكلة، لأنه ناس ما تلتقي مع بعض لا فكريا ولا نفسيا ولا عقائديا عبر التاريخ، وبلد هجرات، وبالتالي تكوينه مخربط. لذلك شوفين أنه من السهل جدا أن تكون في فوضى، في خراب، ناس تكره بعض، حاقدة على بعض، القوى السياسية واحد يريد يأكل الثاني، واحد يريد يحرق الثاني، واحد يريد يسحل الثاني، واحد يريد يخلي الثاني بالتيزاب، عقدة التشفي، عقدة الحقد الطائفي والقومي والمناطقي والداخلي أيضا. الآن أصبح عندنا موضوع الأكراد هم جزء من المشكلة. إذا اتفق الإطار التنسيقي والتيار الصدري وأعلنوا تكتل شيعي كبير، فإنهم لا حاجة لهم حتى بالاتفاق الكردي. منو قال لك انه الكرد اذا اتفق الشيعة نحن بحاجه لاتفاق سني؟ احنا نتحدث عن الاطار العام. اذا اتفق الشيعة الاطار العام يعني بتراتبيه باختيار رئاسات الثلاث النواب ورئيس الجمهوريه، اقصد انه اذا اتفق الشيعة باختيار، اذا اتفق الشيعة فيما يخص رئاسه الجمهوريه، اذا اتفق الشيعة لا حاجه لنا لا بالسنه ولا بالكرد، راس البليه هم الشيعة. اذا اتفق الشيعة المصيبة في الشيعة. إذا اتفق الشيعة الآن إذا قعد التيار الصدري والإطار التنسيقي وقعدوا وجاو وتموا وتباوسوا ويا هلا ومرحبا، راح يصير عددهم شقد دكتور؟ أنا ما أعرف بالرياضيات كلش فاشل. 184 ما شاء الله. يعني الله لا ما أقول الله يزيدهم، لأن إذا الله زادهم يصير مصيبة أكبر. هذا يسهل لنا عملية الحوار مع الأطراف الأخرى. إحنا صرنا اتفقنا صرنا 184 مقعد شيعي داخل مجلس النواب العراقي، قعدوا وتربعوا واشتغل التبريد ومتونسين وراتب عالية وهيصين. يجون الكرد متفقين مختلفين
يجون مختلفين، واحد يشتم الثاني، واحد يصعد بالإعلام على الثاني، قاعدوا بمجلس النواب العراقي المنطقة الخضراء، يجون الكرد يجيبون المرشحين، صح؟ إذا الشيعة اتفقوا الغلبة تكون للمرشح اللي الشيعة يصوتون له، متفقين. الآن قبل ما أجي انطفت الكهرباء مجلس النواب اللبناني، انتخبوا نبيه بريل المرة السابعة كرئيس، صار 30 سنة ورجع العين التينة ولقوه بالدق والرقص والطبول وكذا وفرحانين به، وأول ما كملت الجلسة طفت الكهرباء، فطلع مراسل قناة البي سي قال هاي ثالث مرة تطفى الكهرباء اليوم، فهو 30 سنة ونهاية 30 سنة طفت الكهرباء بلبنان. فلا تتوقع الخير من ذولا السياسيين، لا شيعة ولا سنة ولا كردا، ذولا استعلائيين، ذولا يفكرون بمصالحهم فقط. لذلك حل المشكلة صعب جدا حتى مع الاتفاق الآن. وشنو يعني مشكلة العراق راح تنحل إذا اتفقنا على رئيس جمهورية ورئيس وزراء ورئيس برلمان؟ ما راح نتفق، لأن البلد قسم. الذكي أخو خيط السبع وهذا الشارع الغيرة سنة 2003 ووضع هذا النظام الفاسد بالعراق، هذا النظام المحاصصة الطائفية والعرقية، هذا عرف شو يلعبها، خلى أناس فوق البلد فوق الوطن فوق الناس استعلائيين، ذول الناس قاموا ما يشوفون الناس، ما هو خلى دستور عام للبلد وهكذا، يعني على الأقل هم الأمريكان اللي خلوا دستور وخرجوا من البلد، خلى الأمريكي الغاصب المجرم تمام، وصار عرف سياسي لدى السياسيين بينهم مشوا، يعني هذه هذا عرف السياسي الحقير جعل طبقة اجتماعية تعلو على المجتمع، وكل المجتمع إلى الحضيض الآن أساكو طرفين أنتم متملقين وأبواق سلطة وأبواق معارضة ذولا اللي طلعوا بالتلفزيون هذه المعلومة يا أستاذ، هذه الأمور كل واحد ياخذ خمس راتب الإشكالية الحالية، الإشكالية هذه حتى هذه اللحظة اليوم الأخوة الشيعة بخلافهم، الخلاف تحديدا على مسألة إدارة الحكم أو النظام أو تغيير نظام الحكم بطريقة أو بأخرى، هكذا يعني صار التغيير بعد تشرين. هو نعم، هو قضية خوف. الشيعة لماذا لا يتفقون على الإدارة الجديدة أو الوضع الجديد؟ من يتفق الشيعة؟ الشيعة وصلوا إلى مرحلة أصبحت هناك قوة شيعية متجذرة قوية تمتلك رؤوس أموال طائلة وتمتلك شركات وتمتلك مجموعات سياسية ودينية واجتماعية وعشائرية ونخب مجتمعية ونخب شركات ورجال أعمال وتجار ومجموعات مسلحة، وهؤلاء امتلكوا زمام الأمور الآن، بالتالي هم لا يفكرون في موضوع التوافق والاتفاق، هم الآن يفكرون في موضوع الإقصاء، لأنه الآن قوة شيعية بعضها ما يريد البعض الآخر، يعني قوة شيعية تتمنى تقعد ثاني يوم الصبح ما تبدأ قوة شيعية، يقول لك يا ريت ما نلقاهم بالشاط غرقاني ولا ماكو بيه مي الشاط، والقوة الثانية نفس الشيء هم تقول لك بركتها يقعد الصبح. هذه تبقى آراء، خلينا آراء الواقع تمام. أستاذ هذه أنا أتحدث اليوم عن يعني رؤية لحل معين، هذا ماكو حل هسه حاليا. بعد الإطار ليش مجتمع اليوم؟ ولا مجتمع، اليوم مجتمع الإطار، وتم قال من قال الإطار مجتمع؟ ترى الإطار بعد شو ساعة مجتمعين؟ لأنه ما عندهم شغل عن غير الاجتماع، الإطار والتيار والثلاثي والرباعي والأكل هذا بربع شو ساعة مجتمعين؟ بس على الأقل إذا اجتمع راح يطلع لنا مبادرة، هو راح يقدم مبادرة. طبعا إذا هم هسه الإطار يعتقدون إنه ماكو اتفاق مع التيار الصدري، التيار الصدري قاعد ركوع ونص يقول لك أنا ما أوافق، الإطار راح يقدم مبادرة يقول عني إحنا راح نتنازل، راح نعطيكم الوزارات، راح يغنوا لهم اغنيه قصب شناق مال اعطيكم المناصب واعطوني الوطن، وذلك هم راح يقولون احنا هم نريد الوطن. فزين هو هنا راح يصير فبركه او مو فبركه، راح يصير شويه خربطه بالبرلمان، التيار الصدري وربعه اخذوا كل اللجان، الجماعه المكتئب بالمعارضه وقتلت المعطل، وذول الجماعه صوتوا على اللجان كلها ياخذون عبوهم كلهم بالقوه، لذلك التيار عنده اريحيه اليوم، التيار سيطر، راح يقول اليوم الاطار راح يقول له احنا بنتنازلك عن الوزارات، هو اصلا ماخذ اللجان وانت قاعد تنزل على الوزارات، زين انت ايش راح تسوي؟ طبعا السؤال هنا استاذ هادي، ليش اكو يعني اتفاقات او حوارات تخرج من بعض الجهات بدون ما يكون هناك تقارب او تواصل او لقاءات مع الاطراف الاخرى؟ المبادرات هذه يعني لمن توجه؟ مبادرات اول شيء في اغلبها استعراضيه، ومبادرات انا اسميها مبادرات الامر الواقع، يعني يقول لك انا اقدم لك يعني شلون مثلا تريد عنزه اخذ عنزه، تريد ما ادري شنو ارنب هم اخذ عنزه، يعني هي بكل الاحوال الصخره قدامك، انت لازم تاخذ الصخره ما يصير تاخذ شيء. هو الان القوه السياسيه واحد اللي يدخل على الثاني مبادراته، انه مبادرتي الدكتور عباس، دكتور عباس حبيبي انا داخل هناك شراكه، انا اخذ النص اذا وافقت، اذا ما وافقت انا هم اخذ النص، او انا اخذ 3 ارباع اذا وافقت، واذا ما وافقت اخذ 3 ارباع. تمام، هاي المشكله. دكتور عباس، شوف هذه المبادرات اللي تطرح من قبل القوى السياسيه سواء الاطار التنسيقي، التيار الصدري وحتى المستقلين، مو هذه المبادرات بها تشابه نوعا ما بالطرح؟
طيب لماذا لم يعمل بأي وحتى الإدارة التنسيق تحدث بأنه ممكن العودة إلى المبادرات القديمة، هو شو الاختلاف بهذه المبادرات بجوهر هذه المبادرات؟ يعني هي هو شوفي هو الخلاف متجذر، طالما احنا بنينا نظامنا السياسي على المحاصصة منذ البداية فلن تحل مشكلة العراق. وأنا ممكن ذكرني الأستاذ العزيز الأستاذ هادي في عام 2003 قال بوش من أحدى السفن في البحار، قال سنسعى للبنانة العراق، وفعلا قسموها الرئيس كردي ورئيس البرلمان سني ورئيس الوزراء شيعي، ووصلنا إلى هذه المرحلة الآن. وجاء يعني شنو ترت المعطل؟ آه والله حتى بالجوجل بحثت ما لقيتها. إحنا اليوم يعني من تكون مبادرات، المبادرات يجب أن تقابل بمبادرات مقبولة. أنا اليوم أنطي مبادرة أستاذ هادي أنطي ما حضرتك، لكن النتيجة وين؟ إحنا نريد شيء واقع على الأرض. وشو تفسر يعني شهر على يعني الدعوة اللي أطلقها السيد الصدر ولم يحدث أي جديد في التحرك السياسي نحو التشكيل الحكومي ولا أي تقارب ما بين الإطار والتيار لا على مستويات الصف الأول من القيادات وحتى الصف الثاني؟ ما راح يحدث، لأنه السيد الصدر قال روحوا شكل حكومة، أنا يعتبروني بالمعارضة، ما راح تشكل حكومة بدون التيار الصدري، لأن المشكلة موجودة اليوم. عندنا طيف كامل مكون كامل خلاف بيناته، هذا المكون إلى ثقلة بالعملية السياسية ولا ثقلة بالشارع ولا ثقلة بالتصويت ولا ثقلة بكل شيء، من يكون مختلف بيناته وما وصل إلى نتيجة أو حلول مرضية ترضى الأطراف جميعها تبقى القضية معلقة. شنو فائدة المبادرات؟ أنا اليوم أنطي مبادرة، المبادرة إذا ما يستجيب لها الطرف الثاني، الآن التيار الصدري صامت لا يتحدث في الإعلام، كيف اليوم نفهم هذه المبادرة؟ أيضا الإطار التنسيقي أعطى بعض المبادرات راح نقلها كوبي بيست المستقلين ونزلوها ثاني يوم. إحنا نريد نتيجة، نريد مخرجات، وهذه المبادرات هي بها رسائل يعني بصورة مباشرة رسائل المدى وأكو غيرهم دول بالعملية السياسية من 2003 لحد الآن. القوى الأخرى القوى المختلفين معها بأنه بهذه المبادرات ممكن هناك فد نقاط للحل هي تلائم مشروعكم السياسي أو أختي العزيزة، إحنا هسه عندنا إجا جديد بالساحة السياسية غير هذه الأطراف؟ إحنا نحكي على الخلاف الحالي دكتور. الخلاف هذا متجذر ما راح ينتهي إذا ما تكون مثل ما قلت لك، إذا ما تكون تنازلات من أجل البلد، من أجل مصلحة البلد. إذا أنا اليوم أبقى متمسك برأيي أستاذ هذا متمسك برأيه ما راح نتفق طبعا. لكن عندما يكون تنازل فيما بيننا من أجل مصلحة وطنية عليا اسمها الوطن، هاي طبعا إذا أكو تفكير بهذا مستوى إحنا يحتاج لنا فكر سياسي جديد، يحتاج لنا رؤية جديدة. البلد ما يبني بالطريقة، البلد ينبني على أسس علمية، ينبني على مصالح مشتركة. إحنا إلى متى هذا الفرق؟ الفرق اليوم بين التنازل والتوافق، يعني إحنا نتحدث الإطار على الأقل يتحدث عن توافق والآخر يتحدث عن تنازل، شو الفرق بين ما هي المشكلة؟ الإطار يريد توافقية، في حين إن الإطار قبل 4 سنوات كان يدعو إلى الأغلبية، الآن التيار الصدري يريد أغلبية، والتيار الصدري والعفو والإطار التنسيقي يريد توافقية. طيب إذا فشلتوا في التوافقية وفشلتوا بمن؟ بالأغلبية. سووا اتفاق، قعدوا على طاولة واحدة وهم نفس الوزارات قسموا بيناتكم وسووا حكومة وشكل حكومة حتى هذه الحكومة تقدر تحقق منجز. الآن إحنا بالشهر السادس وما عندنا موازنة، باكر عقب هذا الشعب راح يطلع بالشارع، ومن يوقف بصدر ده وقف طلع الشارع هم راح نرجع نقول عليه جوكري أو أمريكي أو سفارة ونبدي نلقي التهم. هذا الجحيم اللي تحدثت عنه قبل قليل دكتور، نتحدث عنه عن موضوع خروج الشارع. دكتور هادي أستاذ هادي عفوا، يعني ماذا عن الخلافات السنية؟ الموقف السني اليوم كيف يبدو؟ أيضا هناك يعني ما بين الأطراف السنية خلافات وخلافات حادة ما بين القوى السنية، إلى أي مدى تعمق هذه الخلافات الأزمة الحالية؟ أغلب الزعامات السنية شغلها فردي، يعني بعض القوى يعني تكتيكها مثل تكتيك كرة القدم لعب جماعي. السنة مثل ريال مدريد يعتمدون المهارات الفردية، يعني شغلة الحلبوسي يستخدم مهاراته في لملمة الأطراف، في ترهيب بعض الأطراف، في جلب بعض الأطراف. مشعان لما زعل على الحلبوسي راح قال يا بعض حرامي شلون جبتوه، هذا جاي صغير ما أدري شنو. أبو مازن زعل على مشعان رفع دعوة عليه قضائية، قتيبة زعل على مشعان هم رفع دعوة قضائية.
علي حاتم سليمان كان زعلان راح ورضوه جابوه حتى يصير ضغط على حلبوسي، رافع الحيساوي وكذلك وبعض. لذلك القوة السنية الآن هي للأسف الشديد هي قوة مستخدمة موظفة، ليست قوة ذات قرار وسيادة. القوة السنية أشخاص يستخدمون الآن حتى رئيس البرلمان هذا يدفعهم إلى الانشقاق، ممكن إنه القوة السنية المنظمة في تحالف الثلاثة ممكن تشهد انشقاق. سنة العراق كنخب سياسية، سمعنا نحكي عن المجتمع وإن كان المجتمع يتأثر بالنخب لأنه في وهم النبات يقول لك احكي على السياسة لا تحكي على المواطنين، وهم السياسة المواطن يرشحهم، شلون تحكي على المواطن؟ لا هو سبب البلوى المواطن إذا كان سنة أو شيعة أو كردان، هو اللي يدور يفوزون اللي يتعاركون من يجيبهم؟ هو من صوت لهم غير المواطنين مأيديهم؟ أنت الآن من تروح إلى 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 أي مرشح وين يروح يرشح؟ المرشح يروح يرشح على بعد الطوف شو اسمه القومي والطائفي مو صح؟ يعني الحلبوسي فاز وين؟ فاز بالعمارة ولا فاز بالأنبار؟ فاز بالمنصور لو فاز بمدينة الصدر؟ فاز بالعمرية لو فاز بالزعفرانية؟ المشكلة الآن في العراق هي مشكلة زعامات وخلطة سيئة استخدمت فيها مواد فاسدة عام 2003 وأنتجت هذا النظام السياسي المتهالك الذي يتصارع فيه الزعماء والقيادات وواحد يريد أن يغسل الآخر. لا أحد يطيق الآخر في هذا البلد بصراحة أقول لك. هو هذا صراع الزعامات يعني بين زعامات وأموال ومكاسب وماديات. تمام هذا الناس ما تعرف. هذا يدفع القوى السنية اليوم بأنه يحدث لنا انشقاق. مواد اللي هنا ممكن إذا يكون انشقاق على الأقل من التحالف الثلاثي ينطينا فسحة من الأمل بأن تذهب الأطراف الأخرى إلى الإطار حتى تكون هناك إمكانية لتشكيل الحكومة. ما هو نفس الفكرة هم إذا 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 مسعود البرزاني الآن قرر هم راح تتغير المعادلة. إذا الشيعة اتفقوا راح تتغير المعادلة. وهذا الكلام اللي تقوليه على السنة في هذا المحور بالذات محور التوافق من أجل اختيار رئيس جمهورية وحل حالة الأزمة. إذا الشيعة اتفقوا وأكثر جهة إذا اتفقت يعني أفلحت هم الشيعة بصراحة. ليش؟ لأنهم أغلبية 184 مقعد. إذا اتفقوا الشيعة بعد لن للسنة عندهم مشكلة ولا الكرد عندهم مشكلة. المشكلة في البنية الشيعية والبنية الشيعية مو فقط موضوع إنه يتفقون على هذا الإطار السياسي. بالمناسبة مشكلة الشيعة تطورت الآن أصبحت مشكلة عقائدية، مشكلة مذهبية الآن أصبحت. الشيعة الآن توزعوا إلى مذاهب، يعني احنا كنا نتحدث قبل نقول الاسماعيليه والبهائيه والجعفريه والبابيه والاخباريه والشيخيه وهاي الطوائف الشيعيه بالعشرات هذه اساسا موجوده يعني موجوده، لكن الان اختلفت ايضا الان وعشان تاثر على اصبحنا هسه احنا مو نقول يعني مع احترام الاسماء انا فقط اوصف نقول دولة يقلدون سماحة السيد السيستاني، ذول يقلدون سماحة السيد الصدر، ذول يقلدون سماحة السيد الشيرازي، ذول يقلدون سماحة السيد الخامنئي، ذول يقلدون سماحة السيد اليزدي، ذول يقلدون سماحة السيد الحكيم. مو هاي التسميات الآن هذه التسميات فرضت حضورها حتى على السياسة، لأنه أصبحت القرارات تتخذ وفق هذه المعادلة صح. الآن التيار الصدري عنده رؤية وفكر مختلف عن بقية الشيعة، بقية الشيعة مع بعض أيضا مختلفين عن بعض. شو يعني هذا السياسة؟ تمام هو أنا بالعمل السياسي ممكن أنه الكتلة والمكون الأكبر اليوم اللي هو المكون الشيعي بهذا الانقسام هذا بهذا التشظي بهذا التشظي تحول الشيعة الآن على عائلة على الدولة. وشان نسمي بالأخير الكتلة الأكبر وكنت أحاور معه والتفاوض هم بالعمل السياسي إذا تفقوا الشيعة الآخرين راح يكون اتفاقهم سيء جدا، راح يقول نفسهم يقول لك شباب هم الأكثرية اتفقوا، يعني احنا الأقلية شلون ما نتفق؟ زين هذا اللي ما اتفقنا إذا لاك يصوتوا للي نقدمه يعني ها راح عندش إلى 2018 الأكراد مو تعاركوا على منصب رئيس الجمهورية؟ نعم. السيد البرزاني قدم فؤاد حسين صح، السليمانية قدمت برهم صالح. من اختار الشيعة؟ اختاروا برهم صالح. خلي يجون الكرد هسه يجيبون هم مرشحين، مثل سليمانية واحد يصعدون بسيارات النهضة وواحد من أربين هم يصعدون بسيارات النهضة ويعمر للعلاوة التاكسي وينزل بمجلس النواب، والشيعة يقعدون يتفقون. من يجون الشيعة للبرلمان 184 واحد يا يوصل اثنين هم راح يصون سوا يصوتون اللي يختارون الشيعة وراح يكون رئيس جمهورية لأن 184 واحد صح. السنة ما عاد المشكلة هسه روح اي سني حلفي اي سياسي سني قلت تماما يقول لك ما له علاقه انا اتفق هذا الاطار انا ماخذين في اساسي ومعبيين تحديدا الاطار في اختيار رئيس الجمهوريه من الكرد. المشكله مع الاتحاد ام مع الديمقراطي؟ يعني هو شوفي اذا ما حصلنا على الاغلبيه هذا الاتحاد الديمقراطي الكردستاني بزعامه مسعود البرزاني هو الاقوى، هو المتماسك اكثر لانه عائله ومتجذر وحضور وتاثير وعلاقات وثيقه وعلاقه قويه مع تركيا، علاقه مع الاطياف الشيعيه مختلفه. مشكله السليمانيه ايضا متشظيه
شيخ دلير وشيخ جعفر وباذل وقوباد وبرهم وكوسرة يعني يمكن السليمانية صار مثل قوشيعية كل ناحية وكل قضاء بسليمانية هو دولة فسليمانية مو مثل أربيل معنى سليمانية أقوى من أربيل بالقوة الرجال والسلاح تمام والتجارب السابقه تشهد ولكن الاربيل متماسكه سياسيا عندهم قرار عندهم مركزيه بالقرار اربيل طيب دكتور هسه قبل قليل الاستاذ هادي تحدث يقول يعني عقب على مساله اليوم الاجتماع اللي حصل في لدى الاطار التنسيقي وقال يعني شنو مخرجات هذا الاجتماع ممكن يخرج الاطار ويتحدث مثل ما وصف الاستاذ هادي خذوا المناصب والمكاسب واعطوني فراح يتنازل عن كل المناصب بس هذه المناصب حتى اذا تنازل عنها الاطار راح تكون هناك بحوارات وتوافقات ممكن ننتج لنا في السيناريو او نوع من الاتفاق يجمع بين التوافق والاغلبيه اكو شوفي اكو نقطتين هو الاختلاف عليها اولا عدم وجود ثقه بين الكتل جميعا ما حد عنده ثقه بالثاني وهذا طبعا مشكلة من تزعزع الثقة بين الكتل الشيء الثاني الاختلاف الأساس ترى هو على إدارة الدولة من يدير الدولة في المستقبل رئيس الوزراء شنو توجهاته وعلى الأرض الديمقراطية سواء خلافه على الأرض الديمقراطية احنا ما عندنا ديمقراطية الديمقراطية راحت لأنه لو عندنا ديمقراطية ما طلنا سبعة أشهر احنا بدون حكومة مع جل احترام وتقدير الحكومة الحالية لأنه الديمقراطية لها أسس هاي مو ديمقراطية الديمقراطية وفق المادة 40 الشعب هو مصدر السلطات الشعب صوت وتحترم أصواته وانتهى الموضوع احنا ما عندنا ديمقراطية الآن لدينا صراعات هذه الصراعات الجدلية بين الأطراف من أجل السلطة والمال والجاه وتقاسم الحصص ليس من أجل الشعب إطلاقا وأنا مسؤول عن كلامي قد يزعل البعض ولكن هذا الشارع اللي نشوفه اليوم لذلك أنا أعتقد الخلاف خلاف اللي موجود الآن خلاف متجذر لن ينتهي ومثل ما قال الأستاذ هذا تحول إلى خلاف عقائدي وهي مشكلة اليوم وصل العداء أنه أني أختلف وياك بالرأي أشتمك وربما أقتلك وهي مشكلة يجب أن ينتهي هذا الصراع متى ما اتفق الشيعة على طاولة واحدة ووضعوا أسس لخدمة البلد ولبناء دولة ستتفق الأطراف بدون نقاش أولا لديهم أغلبية الشيء الآخر الأطراف الأخرى ما أخذ حصتها ترى شوفي الأكراد لهم عدد من الوزارات يعرفوها ومؤمنين بها والسنة قالها محمود المشهداني قبل 5 سنوات قال إحنا يجي صدري بدري من الدعوة ما يهمنا إن 6 وزارات وإن هالقد مناصب وهاي مكاناتنا أي واحد يجي نطيناها نقول الله يساعدك هذه شوفي هذه وحدها مشكلة اليوم اللي ما ينظر إلى بناء هذه الدولة ويسعى لخدمة شعبه وناسه اللي اليوم هذا اليوم العراقي يمر بأزمات قاتلة أختي العزيزة اليوم الشعب العراقي رايح منتهي لا يغرك أنه اليوم يعني شفتي مظاهرات قبل يومين كيف فعلوا بالمرأة العراقية شفتي شون يسحلون المرأة بالشارع تمام هذا الجحيم اللي تحدثت عنه في بداية اللقاء دكتور عباس ممكن تكون تشرين ثانية تظهر؟ احنا ما نقدر نقول تشرين لان راح يحسبونا على غير شيء لكن نقول احنا التظاهرات السلمية التي خرجت من اجل المطالبة بالحقوق وهي حقوق شرعية ومطلوبة انعادت التظاهرات مرة ثانية وعاد المتظاهرين السلميين وعادوا لكن بشرط ان لا يحرقوا الدوائر والتيارات صدقيني هذه المرة سيحدث تغيير كلش كبير تمام أستاذ هادي يعني على الأقل التحالف الثلاثي باستراتيجيته البعض يصفها بالمهلهلة وما عنده استراتيجية واضحة لازم يذهب التحالف الثلاثي إلى إرضاء الأطراف الأخرى ليش إحنا في هذه الدورة نفتقد بيضة القبان يعني ما عندنا في الطرف آخر تذهب الأطراف الأخرى المختلفة نحوه على الأقل و تحللنا هذه الأزمة. أول مؤشر في بعد السنتين اللي مضت بعد يعني نهاية 2019 و20 و21 و22 مطلعها أن الشيعة تحولوا إلى أقلية. في الواقع الشيعة الآن في العراق ليسوا أغلبية. شو؟ أقلية سياسية. أما ينطبق عليهم القول اللي يقول ستكونون كغثاء السيل يعني انه عددكم كبير بس ما بيكون فايده والدليل انه هم الان في البرلمان ما يقدمون ولا ياخرون وفي الحكومه لا يقدمون ولا ياخرون ك ك ك كمكون شيعي باعتبار انه طالما انه القيادات الشيعيه والزعامات الشيعيه اختلفت
إذن هم أصبحوا ليسوا بأصحاب قرار. هسه على الأقل الإطار معترف بهذا الموضوع بأن اليوم المكون الشيعي بالإسفين اللي دقت القوى الخارجية بين المكون الشيعي اليوم هي تحصد هذه القوى الخارجية ما هذا هذا كلام الإطار. لكن يقابل كلام آخر. لذلك الإطار هو يرى أنه متمسك بطروحاته حتى لا تذهب القوى الشيعية إلى التفكك. هاي رؤية. لكن أيضا تقابل رؤية. تيار الصدري هم ما ما راح يستسلم لهذه الفرضية من تقول له أنت رحت واتفقت ويا الأكراد واتفقت ويا الخليج وتريد تغير بالمعادلة والمكون يضيع بيها. تيار الصدري راح يطرح لك أفكار أخرى يقول لك لا مو هذا صحيح. أنتم جزء من نظام سياسي فشل على مدى 18 سنة وأنا أريد أغير المعادلة وأنا فزت في الانتخابات وأنا حققت هالقد عدد من المقاعد. فش صار عندنا؟ صار عندنا تقابل في الفرضيات وصار عندنا تقابل في الرأي. رأي مقابل رأي وكلاهما قوي يستند إلى قاعدة شعبية يستند إلى قوة إمكانيات هائلة مادية وسياسية. في الواقع مشكلة الشيعة يعني أنا كنت أتمنى لو أن أحد الأطراف الشيعية ضعيف لو كان أحد الأطراف الشيعية ضعيف لتم الاتفاق. ولكن مصيبتنا الآن أنه الشيعة كلهم أقوياء يعني كقيادات وزعامات أقوياء. لا أولا لا يمكنهم التنازل يمتلكون الأموال يمتلكون السلاح لكن الإطار يمتلكون الرجال. تعامل مع الأزمة الإطار شو تقرأ يعني أنا ما أتحدث أن الإطار يهدد بالسلاح وغيره. لا أنا أتحدث على أرض الواقع. تعامل الإطار مع الأزمة الحالية وحضرتك قبل قليل تحدثت الإطار رح يقدم تنازلات. قلت شو هذا صار خلاف عقائدي. الآن الإطار رؤيته مختلفة تماما عن التيار. التيار في وادي والإطار في وادي. زين سقف التنازلات اللي قدمها الإطار برأيك وين تكون؟ إلى أي حد؟ وفق لهذه رئاسة الوزراء؟ وفق من هو شوفي راح أقول الشيء الكلام والضمانات والحكي اللي نحكيها سهل جدا ولكن بعد أن يتم الاتفاق ما الذي سيحدث؟ يعني أنا لما لو أن الإطار تنازل التيار الآن من يضمن أن التيار إذا استلم السلطة سيترك الأمور كما هي؟ الإطار التنسيقي متخوف. التيار ما ممكن يعني يلعب هذه اللعبة يعني وأكو شارع وأكو قوة متنفذة ومو قضية شارع هي قضية سياسة. شوفي يعني أعطيك دليل مثلا لما إجا السيد الكاظم وفقا لمعادلة تشرين كانت القوة الشيعية التقليدية تعيش حالة الصدمة. كل القرارات التي اتخذت بغير رضا القوى الشيعية التقليدية ولكنها مررت في البرلمان وفي الحكومة والسيد الكاظمي راح جاء فريقه وجمن سليمانية وقعدة وصاروا حكومة ودولة الآن يمشون كل اللي يريدوا والقوى السياسية الأخرى تمشي كل اللي تريده. فإذا صارت الصدمة الثانية وسلم الإطار التنسيقي مثلا ليش قلتش من البداية إذا اللجان والوزارات سلمت للتيار الصدري والتحالف الثلاثي فالإطار التنسيقي لن يكون صاحب مبادرة قوما يومي يشعل السلاح في الشارع ممكن. ذلك هذا عامل السبب اللي يصير عامل الخوف ان القوى السياسية متخوفة من بعضها حسب موضوع أزمة الثقة وموضوع الخوف هو حاضر. لكن أكثر شيء بصراحة أقول لك انه الإطار التنسيقي خايفين من الطرف الثاني خايفين من التيار الصدري يعتقدون انه التيار الصدري إذا استلم الزمام فلن يعطيهم المجال وستضيق مساحة حضورهم وكثير من تخوفات البعض يراها لا نحكي بالتحليل السياسي احنا لا معاه ولا معاه احنا اللي يفوز احنا وياه مو استاذ عباس معنا اللي يفوز احنا وياه. دكتور عباس العجز الحالي اللي احنا بنعيشه في مسألة التشكيلة الحكومية والحوارات السياسية هذا وصلنا إلى مرحلة العجز في التقدم اليوم ما بين القوى السياسية على الأقل لأنه البلد بحاجة إلى حكومة حقيقة. هناك كثير من القضايا اليوم بحاجة إلى تشكيلة حكومية قوانين لازم تقر الوضع الاقتصادي والمالي والملف الخارجي هذا كله يحتاج إلى حكومة. بالتالي إذا وصلت القوى السياسية للعجز اليوم في إيجاد الحلول ممكن تبقى الحكومة الحالية إمكانية أن تبقى سيد رئيس الوزراء الحالي سيد مصطفى الكاظمي سيد رئيس الجمهورية ويبقى سيد الحلبوسي ولا أصلا يعني هو جددت إلى الدورة. إحنا طالما تجاوزنا المدد الدستورية كلها لم تعود هناك مدد دستورية لأنه المدد الدستورية الآن أصبحت في خبر كان. هناك سيناريو الآن موضوع هو بقاء هذه الحكومة لنهاية السنة لأنه لا يمكن اليوم البعض يتحدث عن إعادة الانتخابات وهنا لابد أن نطرح سؤال الانتخابات القادمة على أي قانون راح تنتخب؟ على القانون الجديد هذا اللي موافقوا عليه سوى مشكلة؟ على القانون مال ساتلينغو؟ إذا كان هناك قانون جديد منه راح يشرعه؟ أما البرلمان يعني البرلمان هو البرلمان أكيد الآن بأغلبية واضحة
حتى لو يريد يجيب قانون يصوت علي بنصب زائد واحد وينتهي، والنصب زائد واحد معروف. فإذا إذا عملنا الأخير حل البرلمان، نعم ممكن يصوت البرلمان على قانون الانتخابات باعتبار أكو توصيات من المحكمة الاتحادية فيما يخص قانون الانتخابات. نعم. ولازم يعدل قانون الانتخابات وفق التوصيات الأخيرة للمحكمة الاتحادية. ممكن أن يذهب البرلمان إلى موضوع التعديل قانون الانتخابات ويحل نفسه؟ أنا أعتقد هذا الطريق مثل ما قال الأستاذ هادي، إحنا ناس محللين وعندنا رؤية من خلال طلعنا على الواقع. معظم الكتل التي تدعي بأنه تعيد الانتخابات مو صادقة، صدقيني. وإذا أعيدت هذه المرة الانتخابات لن يخرج أحد ليدلي بصوته، لأن هاي الناس طلعت وانتخبت واختارت وخلص. إحنا خو ما يوم يعيد وصلاتكم يا جمالة. أيضا اليوم الانتخابات يحتاج لها وقت، يحتاج لها أموال، يحتاج لها استراتيجيات. ها بنقعد احنا النوم نسوي انتخابات ونفرز الاصوات والاصوات تطلع غلط، وواحد يروح يشتكي بالمحكمه الاتحاديه والمحكمه الاتحاديه تقول هاي الاصوات انباقت، طبعا القوى السياسيه مره ثانيه الحكومه افضليها القوى السياسيه. فوضى. لا لا القوى السياسيه ما عندها افضليها تذهب للانتخابات. ليش ما عندها مشكله بهذا الموضوع؟ احد يقول لك شوفي عامه الناس المواطنين العاديين جزء ما يدرون ويقتنع باي شيء وصل. ليش نوبات مثلا المعلقين، انا ما اسميهم محللين سياسيين لان تحليل علم، نقول احنا المعلقين السياسيين نعلق على الاحداث. انا مو محلل سياسي، انا معلق على الاحداث. استخدم مهنتي كصحفي ككاتب كقارئ الاحداث والسياسه فاعلق على الاحداث. قوى سياسية ما يهمها اذا انهجم البلد، اذا انتخبت، اذا عيدت الانتخابات، اذا لم تعد الانتخابات، اذا اتفقوا، اذا لم يتفقوا. 99% من القوى السياسية والزعامات والسياسيين والمشتغلين بالسياسة وأصحاب المواقف وأصحاب القرارات يمتلكون ملايين الدولارات ومليارات الدولارات، ويمتلكون شركات ويمتلكون أتباع ويمتلكون. بس هذا قضية أخرى. لا 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 هاي تؤثر في القرار، ما هي تخليك مرتاح. ما يهمك تتخذ قرارات. ليش؟ أنت ما طول تمتلك هاي العناصر القوة والنفوذ ما يهمك تتخذ قرار لصالح الشعب. فالقوة السياسية، القوة السياسية أفضل لها حتى تبقى على الوضع الحالي. تذهب إلى خيار إجراء الانتخابات، يعني عادة الانتخابات أفضل من الذهاب إلى تشكيلة حكومية مستقبلا هي خاسرة، والعمل السياسي أصلا أو إدارة البلاد راح تتغير بالنسبة للقوة السياسية. إذا عيدة الانتخابات ممكن يكون لحساب جهات بعينة مثلا، يعني هسه الإطار التنسيقي يجوز عجبته عاد الانتخابات، يجوز فريق المالكي ما تعجبه باعتبار المالكي حصل على 34 مقعد، لكن باقي القوى الشيعية اللي ما أخذت مقعد ومقعدين يجوز تلملم صفوفها، تعيد ترتيب صفوفها، تعالج الثغرات اللي ما يعني ارتكبتها في الـ في الـ في, الـ في الانتخابات الماضية ممكن. لكن القوى الفائزة مثلا، القوى الفائزة تجبرهم المدد الدستورية، راح نرجع أيضا ممكن إلى صراع آخر بعد فترة، وبالتالي إحنا راح نرجع نلف وندور بذات الدوامة. بالمناسبة ليش قلت لك القوى السياسية مهمة حتى لو عدت الانتخابات؟ أنا ما دعتش عن فراغ نقول لك الأموال والسلاح والرجال وكذا، لأن هو يمتلك هالأشياء، يمتلك القوة والنفوذ مهمة بعد. كل الخيارات اللي إحنا نروح باتجاهها هي خيارات يدفع ثمنها المواطن العراقي. ترى العراق بلد مخرب، يعني والله مخرب العراق، لا يصلح للعيش. يا استاذ مو معلومه يا استاذ، معلومه لان كل ناس دايما الناس يشون يعني، وما اذكر اسم اصدقائي واحبائي اكثر مره تعرضت لصدمه كثير، يعني اخوي طلع معي على التلفزيون محللين سياسيين يقول لا 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 اقول عمي تعال شوف المصيبه، حياه ورديه عندهم. ليش؟ لان انا اخذ 3-4 رواتب من القوى السياسيه، قاعد بمنطقه شويه زينه بها خدمات، مرتب اموره، يخاف ينقطع راتبه اذا حكى على القوى السياسيه وديش. احنا ما عندنا يعني مفلسين 24 ساعه بالمئة نرجع، المفلس في القافله امين، ولا بالعراق ماكو امين، كله خايفه. فذولا اصبحوا مثل ما قلت لك منهم صار اكو نوع من الانفصال عن واقع الناس. شنو اقربهم هاي القوى اللي حضرتك تذكرها، اقرب يعني لتوجهاتهم او الافضل لهم اي نوع من حل الازمه السياسيه ام حل البرلمان؟ لا هو التنازلات تكون افضل في الواقع. ليش؟ لانه العوده الى المربع الاول واجراء انتخابات وصرف اموال واخذ وقت، هذا ايضا راح ياخذ من عندنا جزء سنه تقريبا. هسه حتى لو نريد نعيد الانتخابات راح يقولون ها والله احنا محتاجين 3-4 مو؟ طبعا 3-4 ورا الانتخابات يبقى لنا 7-8 أشهر حتى نوصل لهذه المرحله اللي وصلنا لها اليوم. وهم راح اقول لك شو تقول نحل البرلمان لو يعني لو نمشي لو نتنازل. طيب اطراف اخرى الى الحق اليوم انه طالب بحل الحق موجود.
اي اطراف عامه او 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 جهات عامه لو تطالب اليوم ويقال انه ايضا هناك دعوه رفعت لحل للجهات معينه. اكو بعض القوى طرحت مبادره اسمها الحل في الحل. يعني الحل البرلمان، الحل في حل البرلمان، دعوه الى المحكمه اليوم وراح المحكمه مبادره عقب المؤتمرات واجتماعات، ويوم السبت اكو مؤتمر اسمه البديل السياسي راح يعقد بالنادي الثقافي النفطي، هم يريدون يبدلون السياسه بالعراق ويبدلون ويطرحون حكومه ويطرحون اسماء جديده. كل هاي الاشياء موجوده وكلها هي حق طبيعي للناس ان تفكر وان تطرح مبادرات، لكن الواقع كيف يذهب؟ من يمتلك القوه والقرار؟ انت تقدر تمشي كلامك على ناس تمتلك القوه وقوه القرار، انت ما تقدر تمشي كلامك هذا عليهم. طب هذا دوما اللي احنا بها حاليا وهذه الازمه اللي استصعب حلها، من هي الاطراف اليوم؟ اطراف خارجيه، اطراف داخليه لها فد مصلحه معينه او قضيه معينه؟ صح الولايات المتحده الامريكيه سحبت ايدها شويه من العراق، والعراق اصبح ثانوي بالنسبه لحساباتهم، عندهم مشاكل ويا الصين ويستنزفون روسيا ويحاولون ينكفؤون للداخل وخايفين من تطورات جنوب اسيا وغيرها 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 والكفاء داخلي. يعني ماكو ضغوط اليوم على القوى السياسيه؟ الامريكان حضورهم ضعيف الان في العراق. هذه نقطه جدا وغير محترمين الان في العراق وما حد يخاطبهم بصراحه اقول لك، والاشارات اللي تجي من الخارج داخل العراق اليوم لا تفكر بالامريكان. ماذا عن الدور الاقليمي؟ هو هنا النقطه الاساسيه. بعض الضغط اللي يصير هو شنو؟ انه بعض القوى الاقليميه الان تدافع اقليمي على العراق. الان ما يراد ان يترك العراق دون ضمان مصالح. يعني هل تستطيع ايران بعد كل هذا الوقت والجهد والاستنزاف وفي مقابلها دول مثل دول الخليج مثل مصر مثل الاردن قطر الامارات، هل بعد كل هذا الاستنزاف لكل هذه الدول وكل هذه الصراعات وكل ما قامت به تاتي وتتنازل وتتراجع وتنكفئ؟ صعب. الفوضى السياسيه اليوم وهذا العجز السياسي افضل للدول الاقليميه؟ طبعا تخدمها؟ اي طبعا، لانه القضايا لم تحسم حتى اللحظه. شوف لبنان صار له راح يصير له 40 سنه ما محسم امره، وباقي بلد الان دمر انهك بالكامل، كهرباء ماكو، الناس تجدي جوع وعادي، ما يهم الدول الاقليميه. طبعا العراق ما يهم الدول الاقليميه، بحرين ما يهم الدول الاقليميه، اليمن ما يهم الدول الاقليميه، سوريا ما يهم الدول الاقليميه، المهم هو ضمان المصالح. وهذا مو طبعا هذا مو غلط، الغلط بينا احنا مو بالداخل. والله طبعا شيرد يعني شنو يشيل لك فلساته ويعطيك اياها مثلا؟ هذا القوى السياسيه عليها انت هذه النقطه. دكتور عباس، مراعاه المدد الدستوريه هي فقط لدى المتابع اليوم، فقط لدى الاعلام؟ ماذا عن القوى السياسيه؟ هل تراعي المدد الدستوريه؟ هل تستشعر بالخطر من موضوعة المدد الدستوريه؟ لا، هي المدد الدستوريه بعد ما لها وجود، المدد الدستوريه انتهت والربع كلهم مرتاحين. احنا اكو اعضاء برنامج مجلس اعضاء مجلس النواب ما حضروا ولا جلسه، صار له 6 اشهر ياخذ راتب سياراته واموره. هذا ما يهم، ما يدري لا انت ولا اني ولا استاذ هذا شلون عايشين وين نروح شلون نتحرك. تمام. لذلك انا اعتقد اليوم المدد الدستوريه هي التزام اخلاق. يعني اليوم احنا طالما صوتنا على الدستور وهذا الدستور دائما ما نتغنى به، المفروض نلتزم به، المفروض الاطراف السياسيه. من يتابع من الجهات الرقابيه اليوم اللي تتابع العبور على السقف الزمني والمدد الدستوريه؟ المحكمه الاتحاديه. المحكمه الاتحاديه يفترض ان يكون لها قرار. تتدخل المحكمه الاتحاديه من دون ان يكون هناك من يذهب الى المحكمه الاتحاديه ويقدم دعوى؟ من المحكمه الاتحاديه تراقب يعني تلقائيا؟ لا، انا بتقدير المحكمه الاتحاديه احيانا تحصل عليها بعض الضغوطات السياسيه، لكن من واجب المحكمه الاتحاديه ان تتخذ قرار. يعني اليوم المفروض المحكمه الاتحاديه قاعدة السياسيين تقول تعال يا بنتم صار لكم 7 اشهر في صراعات وجدالات، شنو السالفه؟ وين تردون توصلون بالبلد؟ السلطه يعني تقدم انذار او تحذير او تحذير للقوى السياسيه، يا ترى انا راح اعطيكم مده معينه وراح المده. شلون سوت من اتخذت قرار تقول الا ثلثي العدد يحضر بالجلسه اللي اختارها الرئيس؟ دكتور عباس الجبوري رئيس مركز رفد للدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لك. استاذ هادي جلو مرعي الكاتب الصحفي ورئيس مرصد الحريات العراقية، شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.